لا طيب غالية، كيف الناس بدأوا يعرفوا إن أنت بتطبخي في البيت ويعني بقوا زباينك؟ الحبايب بقى كده هطلب من الباب كده دايرة يعني إن أنا المعارف. عايزها. الحبايب بدأت بالحبايب والمعارف والعملية مشيت والظهر عشان لعب فجأة لما منتج شافك وقال لك تعملي برنامج. ايه اللي حصل بقى؟ احكي لي ايه اللي حصل؟ يعني شافك ازاي؟ عرفك منين؟ طبعا انا عشان كنت بعمل اكل بيتي وكده، فكان هو وناس من حبايبه وعيلته كانوا زباين عندي، فجي عمل قناة وقال لي يا غالية ايه رأيك تيجي نعمل برنامج طبخ بس مختلف على شكل غالية بقى كده وبطبيعتك والاكل الشعبي، طبخ شعبي ليكي انت. حاجة بقى بتاعتك انت. انا وافقت وجي بقى لاعب بالظهر. لا بس بقيتي نجمه دلوقتي يا شيف غالية. مشهورة. طب قولي لي بقى، بعد ما بقيتي بقى نجمه وبتعملي برامج، الحاجات دي اثرت ازاي على اولادك؟ لا هي ما اثرتش على اولادي، بدليل ان انا لسه قاعده في نفس شقتي القديمه زي ما انت. واولادي زي ما هم في مدارس حكومه وحياتي طبيعيه بين جيراني، ما اثرتش عليهم خالص لان انا غرست فيهم ان انتوا ولاد غاليه. بس مستواكم المادي والاجتماعي اتغير. الحمد لله ما شاء الله. نحمد ربنا ونشكر بس فضله. فضلتي قاعده في نفس البيت برضه في نفس المنطقه. في نفس المنطقه انا ما اقدرش اخرج من الاحياء الشعبيه، اموت زي السمك.